يلا يا عم المخرج. لا بس يلا يا استاذ المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على اله وصحبه التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما سار الى الله. اما بعد، من كتاب تحفه الاحوذي بشرح جامع الترمذي للامام المبارك فوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين امين. تكملة الباب، الكتاب 50 من الكتاب، وهو اخر باب واخر كتاب، شفاء الغلل في شرح كتاب العلم. تكملة كلام الامام الترمذي يقول: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن ابي مجلس عن بشير ابن نهيك قال: كتبت كتابا عن ابي هريره رضي الله عنه فقلت ارويه عنك، فقال نعم. هنا بيطلب الاستجازه، يعني يستجيز، يعني دي من ضمن سير طلب الاجازه في الروايه، ان يطلب التلميذ من شيخه ان يرويه عنه فيجيب له بالاجابه نعم. واحيانا تكون من الشيخ للتلميذ يقول اروي عني، يبقى أحيانا طلب من التلميذ لشيخه فيقول أروي عنك فيقول نعم، أو يقول طلب من الشيخ للتلميذ فيقول أروي عنك، فدي من ضمن صيغ الإجازة يعني. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. يقول في الشرح: قال رجل، هذا بعده، قال رجل للحسن هو البصري. ويقول الإمام الترمذي: قال أبو عيسى ومحمد بن الحسن إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. وعنه قال: حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. يبقى أن الإجازة برواية الكتاب، يعني ممكن يجيزوا برواية كتاب، مش حديث بقى، كتاب كامل. وعنه قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ فقال نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. يعني أنه يقرأ عليه أو أنه يجيز بغير قراءة، يعني الاثنين عنده سواء. ده عند يحيى إيه؟ ابن معين، يحيى بن سعيد القطان يعني. وقال علي: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الفرساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، فقال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إلي. يبقى إيه؟ أحيانا كان إيه يسوي بين الإجازة بالكتاب بغير قراءة وبالقراءة، وأحيانا لا يسوي. في الرواية الثانية كان لا يسوي، يقول له ده مجرد كتاب دفعه إليه، دي ما تعتدش عندي، يعني لابد أن يكون سمعه من الشيخ. قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، اللي هو المرسل اللي سقط فيه الصحابي ده اللي اتفق عليه بعد كده، لكن يعني في اختلف في تعريف المرسل على مراحل في نشأة علم الحديث. في الأول أي حديث ساقط فيه واحد من السلسلة يسموه مرسل. كويس؟ فيدخل في المرسل اللي هو اللي سقط فيه صحابي، واللي سقط فيه تابعي، واللي سقط فيه واحد أو اثنين، فيدخل المنقطع والمعضل والمرسل. كل ده عند إيه؟ في العصر الأول يسموه مرسل. مرسل يعني إيه؟ أنت ما تقول شيء مرسل، يعني مش مربوط.
يعني مالكش ليه صلة، مش كده برضو؟ لما يبقى بيني وبين هذا الشيء حبل، يبقى هذا الشيء الرابط ده يمنعني ان انا اقول ان هذا الشيء مرسل، لانه مرتبط بي اقدر اشده في اي وقت او اتحكم فيه. انما اذا انقطع الحبل يبقى صار الكلام مرسل، والحبل اللي يوصلني للكلام والخبر ايه؟ هو الاسناد الرجالي. فلو انقطع اي مكان في الحبل الذي يوصلني يبقى يسموه مرسل. ده في الاول. بعد كده لما استقر علم الحديث، لان علم الرجال وعلم الحديث بدا ينشا في اذهان العلماء تدريجيا ويصيغوه تدريجيا على مدى 400 سنه. اللي استقر عليه في المصطلح بعد ذلك ان المرسل هو الذي سقط فيه الصحابي، بس ده نسميه مرسل. واللي يسقط فيه غير الصحابي اذا كان في موضع واحد يسموه منقطع، واذا كان في اكثر من موضع اما متتالي او غير متتالي يسموه معضل. وكل ده من اقسام الضعيف. يبقى المرسل والمنقطع والمعدل من اقسام الضعيف. فهمت بقى؟ طب ما الصحابه كلهم عدول، طب ليه لما يسقط الصحابي نقول عليه مرسل ضعيف؟ طب ما هم كلهم عدول، يعني لا يضرني ان انا لا اعرف اسم الصحابه، يكفي انه صحابه، الصحابه عدول كلهم. طب ليه بعتبر سقط الصحابي ضعف في الحديث؟ لأن قد يكون التابعي روى عن تابعي. طب إيه اللي عرفني إن التابعي أسقط الصحابة؟ ما يمكن يكون أسقط تابعي زيه، واحد من أقرانه، ويبقى ساقط أكثر من واحد، مش كده برضه؟ في روايات تابعي عن تابعي عن تابعي، عن صحابي عن صحابي عن صحابي، لحد ما يوصلونا للنبي. شوف قد إيه. وبالتالي لما يكون تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون الساقط تابعي وصحابي او اكثر من تابعي، ويحتمل ان يكون الساقط صحابي فقط. فلوجود هذا الاحتمال قلنا ضعيف. لكن لو ما كانش عندي احتمال الا ان الساقط صحابي بس لا يضرني، اقول ده القول. واخد بالك ازاي؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى ساقط الصحابي نفسه يسموه مرسل، لكن انا مش متاكد ان اللي ساقط صحابي فقط، قد يكون صحابي وتابعي. والتابعين مش كلهم عدول، مش زي جيل الصحابه، دخل فيهم كدابين وضعين وغيرهم وضعاف في الحفظ وهكذا. فهنا بيتكلم بقى على المرسل. يبقى المرسل ايام الامام الترمذي كل من سقط فيه رجل في الاسناد، ده في الغالب كده ايام الامام الترمذي. طب دكتور، مستوى الصحابه العداله مظبوطه، لكن الضبط والحفظ والكلام ده برضه ضباط، لأن ربنا اختار هذا الجيل لينقل هذا الدين وحافظ به الدين. وبالفعل الواقع أثبت ذلك، الدين حافظ عن طريق، لو لا القرآن اتحفظ حرف حرف، كلمة كلمة، طريقة النطق. فده كان جيل ضباط كلهم وعدول، أما ينقل الخبر ينقله بضبط. واخد بالك؟ بدليل أن القرآن دلوقتي لم يخرب منه حرف، لأن 14 قرن وداخلين في القرن ال 15 ما حصلش في كتاب آخر ولا في دين آخر إنه بيضبطوه حتى بتوقيت نطق وبطريقة أدائي، مش بكلامه والكلام بس. ده تيجي تقرأ الشيخ يقول لك لا طولت في الحرف ده شوية، لا الحرف ده مش عاجبني، بتخرجه من مخرج غير مخرجه، لا ده من صفة غير صفته، ده يعني دقة ما حصلش هذه الدقة. والدقة دي خدناها من إيه؟ من طريقة نقل الصحابة. يبقى الصحابة كلهم عدول وضباط. كويس. قال أبو عيسى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. نقرأ الكلام الشرح في هذه الفقرة. تقول: أخبرنا أنس بن عياض بن ضمرة أبو ضمرة الليثي المدني، ثقة من الثامنة، عن عبيد الله بن عمر العمري، لا أدري أيهما، أي من القراءة والإجازة، أعجب أمرا أي أحب شأنا، كأنه أشار إلى أنه عنده سواء، إنما هو كتاب دفعه لي، يعني لم يقرأ ابن جريج على عطاء ولم يسمع منه، بل دفع عطاء كتابا إلى ابن جريج، فهو يروي عن كتابه ويقول: أخبرني عطاء في روايته عنه رواية بالمناولة الغير مقرونة بالإجازة، وهي غير معتبرة.
قال في التدريب المكاتبة هي أن يكتب الشيخ مسموع، يبقى في مناولة غير مقرونة بالإجازة بتعتبر غير معتبرة عند كثير من العلماء، المناولة بغير إيه؟ إجازة، يعني يناوله الكتاب. طب افرض بيناوله الكتاب ده، يقول له حطه على الرف أو شيله في المكتبة أو اديه لفلان، هو مجرد إنه ناوله معناه يقول له اروي عنه، لازم لما يناوله يصحبه لفظ يقول له ارويه عنه. فهمت بقى ازاي؟ فالمناولة فقط دون تلفظ عند كثير من العلماء لا يجوز، وبعض العلماء يقول لك تكفي بقرينة الحال، هو لو لم يروي لو لم يرد ان يرويه عنه ما ناوله هي. فهمتني ازاي؟ يبقى في علماء تخففوا وقالوا المناولة تكفي، وفي بعض العلماء تشددوا قالوا لابد ان يكون مع المناولة تصريح بايه؟ بالإجازة. واضح؟ وهي غير معتبرة، يعني المناولة بغير اقتران بالإجازة غير معتبرة. قال في التدريب المكاتبة هي أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطي أو كتب عنه بأمرك أو كتب عنه بأمرك، وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو كتبت إليك أو ما كتب به إليك، وهو من عبارة الإجازة. ووجوه، هي وجوه من عبارة الإجازة، وجوه من عبارة الإجازة، يعني عبارة الإجازة لها وجوه كثيرة، وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. يعني أنا لما أكتب له مكتوب بإيدي أو بأمري، حد يكتب بأمري ثم أكتب له في وسط هذا المكتوب وقد أجزتك أن ترويه عني، دي تاخد قوة المناولة المقرونة بالإجازة قولا، يبقى المكتوب في قوة الإيه؟ المسموع. واضح؟ سواء أرسل إليه أو كتب وهو في حضوره. واضح؟ يعني في علماء الوقت بيبعتوا لنا الإجازة بالبريد، يعني ساعات يجي لنا علماء من الشام يسمعوا إن فلان قاعد في مصر عنده إجازات، يوم يبعت لك جواب بالبريد او مع واحد جاي يدرس من بلد ويكتب لك اجازه بمشايخه ويقول لك وارجوك ان تجزني ايضا بمشايخك، فتكتب له انت اجازه وتديها للتلميذ يوديها له وانت ما شفتوش ولا هو شافك. بتحصل الى يومنا هذا، واخد بالك؟ واحيانا دلوقتي كمان على النت، لان وسيله اتصال، اي وسيله اتصال تبقى معاه على النت في الكونفرنس ميتنج ده اللي بيبقى على النت وشايفه هو شايفك وتكلموا بعض وتجيزوا بعض، يبقى قاعد في الهند وانت قاعد في السن او قاعد في مصر او في قاعد في اي حته في بلد في العالم وتجيزوا بعضكم البعض. كل دي من ضمن وسائل الاجازه المقرونه اما بالسماع او بالاتصال او باي وسيله كانت، او بالاشاره المفهمه ان فقد الشيخ النطق. افرض الشيخ اصيب بعاهه في اخر زمانه ففقد النطق فاشار اليك اشاره مفهمه ان تروي عنه، خلاص تقوم بمحلها، وهكذا. وهذا في الصحه والقوه كالمناوله المقرونه بالاجازه. واما الكتابه المجرده عن الاجازه فمنع الروايه بها قوم، منهم القاضي أبو الحسن الماوردي، كتبها الماوردي، هي الماوردي، أبو الحسن الماوردي الشافعي، له كتاب كبير في فقه الشافعية اسمه الحاوي، من أكبر كتب الشافعية القاضي أبو الحسن الماوردي، وكان من أصحاب الوجوه في الحاوي أو في كتاب الحاوي. والآمدي وابن القطان وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، والحاوي طبع أخيرا الحمد لله، كان مخطوط يمكن إلى 5 سنوات مضت وبعدين طبع أخيرا وموجود في المعرض. منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن سبرة، ورواه البيهقي في المدخل عنهم وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعده. وكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم،
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة كثيرة، شاهدة لقولهم اللي هم يجيزوا الكتابة يعني. وغير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر السمعاني وأصحاب الأصول منهم الرازي وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. ويوجد في مصنفاتهم كثيرا، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا، وهو معمود به عندهم ومعدود في الموصول من الحديث دون المنقطع لإشعاره بمعنى الإجازة والمنقطع. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. ولإشعاره بمعنى الإجازة، كلمة والمنقطع دي مقحمة، هيبطل ما كانش يحطها هنا. هيقول لإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. قلت وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخي غيره، يعني دليل الإمام البخاري استعملها أيضا. وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند، منها ما أخرجاه عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إلي الحديث في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق الحديث. وأخرج عن سالم بن النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو، قال ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفته أي مكتوب له خط في الكاتب وإن لم تقم البينة عليه. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف. قال ابن الصلاح لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الإلباس، هي الالتباس، الالتباس. وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان، ما يقولش بقى حدثنا وأخبرنا، يقول كتب إلي فلان سعيد. قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوه، وكذا حدثنا مقيدا بذلك. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وكبارهم، وجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا. روى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا، فقلت كلاهما سواء، فقال رجل بينهما فرق. ألا ترى محمد بن الحسين قال إذا قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فكتب إليه بذلك صار حرا، وإن قال إن حدثتني بكذا فأنت حر فكتب إليه لا يعتق، انتهى. يعني جاب له إيه مثال فقهي، قال له إزاي أنت تقول حدثنا وأخبرنا مع واحد، ده لو واحد قال للعبد يا عبد عنده أنت حر إن أخبرتني بكذا فكتب إليه يبقى حر، لكن لو قال له أنت حر إن حدثتني بكذا فكتب إليه فلا يتحرر لأنه قد أخبره، يبقى في فرق في المعنى. وقلنا قبل كده أن الإمام البخاري لا يفرق، الإمام البخاري لا يفرق. وإن كان الفقهاء يفرقون في الأيمان والنذور، لأن الأيمان والنذور والعتق يقوم على العرف لا على المعنى اللغوي، يقيد بالعرف. فمثال الأيمان والنذور ده ليس حجة على أن هناك فرق، لأن نقول له إن في باب الأيمان والنذور والعتق والطلاق يعتبر العرف ولا تعتبر فيه المعنى اللغوي ولا الحقيقة الشرعية، كويس؟ لأنها قائمة على العرف. إنما إحنا لما نقول أخبرنا وحدثنا في الخبر فهما سواء في المعنى اللغوي، فيبقى إيه؟ ليس حجة على من سوى القياس عليه بالحكم الفقهي ده، واضح؟ قول والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم وهو القول الراجح المنصور. قال الحافظ في شرح النخبة صورة المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك،
وإنما ذكر في قسم المردود وللجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، كويس؟ وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا لو كان تابعيا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن الصحابي، حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يقول لك أكثر ما وجد من رواية التابعين عن بعض ستة أو سبعة التابعين عن بعض لحد ما يوصلوك لصحابة. وبالتالي يبقى إذا كان تابعي قال قال رسول الله أنا ما أعرفش الساقط كم واحد، ممكن تابعي زيه وتابعي تاني وتابعي ثالث ما نعرفش، فهمت؟ فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، طب افرض بقى أن عارفين أن التابعي ده ما بيقولش قال رسول الله إلا عن صحابي معروف ثقة، زي ثابت البناني أما يقول قال رسول الله إلا أنس بن مالك، الواسطة هو أنس بن مالك لأنه كان لا يروي إلا عن أنس ثابت البناني. سعيد بن المسيب أما يقول قال رسول الله معروف أنه ما يرويش إلا عن أبي هريرة، يبقى أسقط أبي هريرة عارفين. وعشان كده بعض العلماء أخذوا بأحاديث مراسيل ثابت البناني وسعيد بن المسيب كما كالشافعية للعلم بالساقط، وإنهم كانوا لا يروى عن أمثالهم بل يروى عن صحابي معلوم. سعيد بن المسيب متجوز بنت أبو هريرة، يبقى ده حماه وقاعد معاه وعاشوا مدة طويلة فكان يروي عنه كتير. ثابت البناني متجوز بنت أنس بن مالك وكان يخدمه في كبره، كان هو اللي ياخده المسجد يصليه وياخده يوضيه لما فقد بصره، وكان يقوده إلى كل مكان فعاشره مدة طويلة. وبالتالي يبقى لما يجي ثابت البناني يقول قال رسول الله نقول له آه ناخد بيها لأن الساقط أنس عارفينه، واضح؟ وعشان كده بعض العلماء قال لك إذا كان ما بيرويش إلا عن ثقة وإحنا عارفين هذا الثقة خلاص. فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. بعض العلماء قال لك آه ناخد منه، وبعض العلماء قال برضه توقف لأن في احتمال عقلي بيقول إنه الحتة دي بالذات رواها عن جهة، مش الاحتمال العقلي ده موجود، آه ممكن. يبقى بعض العلماء توقفوا في المراسيل مطلقة وبعضهم تخيروا، وفي خلاف علشان كده في بعض الأحكام الفقهية بناء على إن الحديث اللي سبق في المسألة دي كان مرسل والتاني ما خدش بيه فيخالف ويجد مذهب مختلف عن المذهب، وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. المالكية والأحناف ياخدوا الحديث المرسل مطلقا يقبلوه أحسن من الرأي، يقول لك أحسن من القياس، مش أحسن معمل عقلي أو خبر عنه. طيب والشافعي بقى قال لك يقبل إن اعتضي بمجيئه من وجه آخر. يقبل المرسل عند الشافعي إمتى؟ إذا اعتضد بمجيئه متصل من طريق آخر، يعني تقوى، واضح؟ يباين الطريق الأول مسندا كان أو مرسلا، حتى لو الطريق الآخر مرسل أو قوى برضه، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الروي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسلها اتفاقا. انتهى. كل دي مناقشات بين العلماء، لأن بعد كده المناقشات دي انبنى عليها اختلاف في المذاهب، لأن الحديث دليل شرعي، فإذا كان الحديث ده اللي سبق عند الآخر مرسل قد لا يأخذ به ويأخذ حكم مختلف عن الذي أخذ بالحديث المرسل وهكذا. ودي من ضمن أسباب الاختلاف في المذاهب الفقهية. يقول الإمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئنا بأحاديث ليست لها قط قطم ولا أزمة. إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة ده تابعي يقعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقولش عن مين، فالإمام الزهري شتم
قال له قتلك الله يا ابن أبي فاروق، تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يعني تبقى أحاديث متصلة، إنما تقول لي كلام مرسل كده ما ينفعش. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ من كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما، يعني زي بعض. إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول في الشرح بالنصب على أنه مفعول سمع وهو من التابعين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه. فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة. قال الجزري في النهاية في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، أي قتلهم الله، وقيل لعنهم وقيل عادهم، وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء. يبقى قاتلك الله وإن كان في ظاهرها معناها يعني شتيمة شديدة ودعاء عليه، إلا أنها خرجت عن معناها العرفي إلى معنى آخر وهو التعجب، زي تربت يداك، زي ثكلتك أمك اللي قالها النبي، مش معناها إن شاء الله تموت، واخد بالك، بتخرج عن معناها إلى معنى جديد. كقولهم تربت يداك، وقد ترب ولا يراد بها وقوع الأمر، ومنه حديث عمر قاتل الله سمرة، وسبيل فاعل أي هذا أن يكون من اثنين في الغالب، وقد يرد من الواحد كسافرت وطارحت النعل إلى انتهى. قلت أراد الزهري بقوله قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أراد عمر رضي الله عنه بقوله قاتل الله سمرة، ليس لها خطم ولا أزمة، الخطم بضمتين جمع خطام ككتاب، وهو كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به ليقتاد به، والأزمة بفتح الهمزة، كتب الهمة بفتح الهمزة وكسر الزاي وشدة المين جمع زمام، أي ليس لها من الإسنان شيء يتمسك به ويعتمد عليه. وظهر من قول الزهري هذا أن المرسل عنده ليس بحجة. حدثنا أبو بكر اسمه عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير الحبحابي العطان البصري عن علي بن عبد الله وابن المديني قال قال يحيى بن سعيد القطان كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، أي من عن كل صنف من الرجال ضعفاء وثقات، عشان راجل طيب، كل ما يبقى الراجل طيب يحسن الظن في الناس، أي حد يكلمه يفتكروا أنه صادق، لأنه مش متصور أن في مسلم كذاب، عنده حسن ظن. فكلما كان العالم يغلب عليه العبادة والولاية تلاقي عنده حسن الظن بالناس، يقوم يبقى ضعيف في الرواية، كلما اقترب من الولاية ضعف في الرواية، دي القاعدة كده الغالب. ليه؟ لأنه يحسن الظن بالناس كلهم، لكن لما يبقى العالم يغلب عليه العلم مش الولاية تلاقيه يحتاط أكتر، يحتاط أكتر، يقوم مش أي واحد ياخد، يظن بالناس الأول لا يكون كذاب، يقعد يدور يحتاط أكتر وهكذا، تبقى الناس أنواع. قال يحيى بن سعيد القطان كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، أي من كل عن كل صنف من الرجال ضعفاء وثقات. قال علي وابن المديني قال يحيى وابن سعيد القطان مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء أي ابن أبي رباح. قلت ليحيى قائله ابن المديني ما أقربهما؟ صيغة التعجب. يقول الإمام الترمذي قال علي وسمعت يحيى بن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه فاشل، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح، ثم قال إي والله وسفيان ابن سعيد. قلت ليحيى فمرسلات مالك؟ قال هي أحب إلي. ثم قال ليحيى ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. وعن أبي قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا، هو الحسن البصري، إلا حديثا أو حديثين، هم دول اللي ما وجدناش لهم أصلا. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة،
قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه، يقول في الشرح: مرسلات أبي إسحاق يعني الهمداني كما في كتاب المراسيل للحافظ ابن أبي حاتم، عندي شبه لا شيء يعني ضعيفة وهي كأنها ليست بشيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير يعني مثله كما في كتاب المراسيل، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح كناية عن ضعفها. ثم قال أي يحيى: إي والله، وسفيان بن سعيد أي الثوري يعني مرسلات أيضا شبه الريح. قلت ليحيى: مرسلات مالك أي كيف هي؟ ما قال الحسن والحسن بن أبي الحسن البصري في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. وقال أبو زرع: كل شيء يقول الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. كذا في تهذيب التهذيب. وقال في هامش الخلاصة نقلا عن التهذيب قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه. قال: يا ابن أخي، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك أني في زمان كما ترى، وكان في عمل الحجاج، كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. انتهى. كان في معاداة شديدة لسيدنا علي، وثبت أن الحسن البصري التقى بسيدنا علي وكان عنده 16 سنة، لأن في ناس كتير لم يثبتوا لقاء سيدنا الحسن البصري بسيدنا علي بن أبي طالب، وطعنوا في هذا وقالوا إزاي يروي عنه ولم يقابله. ومعلوم من حيث تواريخ الولادة والابتداء إن سيدنا علي لما مات كان الحسن البصري عنده 16 سنة، يبقى دليل أنه ثبت اللقاء، خصوصا ده كان في الكوفة وده في الكوفة. كويس. لكن ليه ما كانش يصرح كتير الحسن البصري؟ عشان كان في زمن السياسة حد يقول قال علي بن أبي طالب يقبضوا عليه يرموه في الزب. فكان الحاجات اللي سمعها عن سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول فيها قال رسول الله عليه وسلم ويختصر. ده السبب. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا ويسر أيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، ووفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، الله يا رب العالمين. إن شاء الله يمكن ننتهي من هذا الكتاب يعني يوم الأربعاء أو الخميس بإذن الله. يعني غالبا غدا الثلاثاء الأربعاء ننتهي منه الخميس إن شاء الله. ويبقى نحاول يوم الجمعة نبدأ سنن الترمذي. سبحان الله. بإذن الله رب العالمين. سنن أبي داود أيضا. ولا نقرأ الترمذي تاني من غير شرح؟ لا، أنا رأيي إن إحنا نقرأ سنن أبي داود. لما نخلص الكتب الستة نرجع نقرأها بقى سرد بغير شرح. قراءة بس. مع تعليق على كلمة غريبة بس. لكن نقرأ قراءة بحيث نخلص. كتاب المكنس برضه. انا يعني المفروض انه يمكن يوصل لي النهارده، انا موصي ناس في المعرض هيجيبوه. المكنزه طبعه المكنزه شرح معين يا دكتور؟ لا، ما احنا قرانا شروح بقى بس كله ابو فقهيه واحنا خلص يعني عصرنا، هنقرا المتن واذا كان في كلمه نقول معناها وخلاص ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر ايدينا مما يجديك املنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها